دونك السلام عليكم. وعليكم السلام مرة أخرى في التعليق رقم 3 هذه السيمانة. دونك الآن تواجد في منطقة غزنايا تقريبا في ذاك الطلعة بحال اللي ماشيين الجهة ديال قاعة الحفلات. دونك العمارة اللي غادي نعلقوا فيها هي اللي كتواجد موريا بالضبط، هي هذه. تتكون من سفلي وجوج طبقين، وكذلك هذا الدار اللي مورايا بالبيض ياكل فيها الحفله. دونك نتمنى لنا التوفيق بني نسالي التعليق هذه الساعه تنطلق. دونك السلام عليكم. وعليكم السلام مره اخرى في المرحله الثانيه. دونك عسلين الفرشاده، دونك فرشاده متوسطه الحجم، دونك يبلغ الطول تقريبا 6 متر على من هنا الارض تقريبا واحد 8 متر او 7. دونك عملنا لا فينيسيون، دونك كي تلاحظوا لا فينيسيون هادي اوكي. دونك هادي كانت لا فينيسيون. من بعد ما غاديش نقدو نشوفها دابا لاني حيت مازال طافيه. دونك دابا مازال واحد الفرشاده اخرى صغيره ديال واحد ديال واحد الطبقة صغيرة، مهم من بعد نشوفها. دونك شكرا وإلى اللقاء، حتى نشعلوا ديك الساعات ليكليغاج ونشوفوا شنو كاين. هاي تشا. دونك السلام عليكم، معكم تعليق رقم 3 في هاد السيمانة. دونك كيف تلاحظوا حنا في منطقة غزنايا. دونك أنا بدلت ستيل، حاولت نعمل نص بزرق ونص بيض، الوان طنجة، الوان ديال اتحاد طنجة. دونك كيف تلاحظوا الفرق. وهذه الدار اللي غادي يكون فيها العرس، حتى هي زوقناها. هذه التعليقة من بعيد. دونك فوالا. دونك شكرا لمتتبعينا، وشكرا للفان ديالي، وتبارك الله عليكم، الله يكمل بخير على الجميع. شكرا.